طول الله الشفاء أبو مصطفى. آمين يا رب العالمين، اللهم صل. يا رب يا أمين، يا رب يا رب يا رب يا رب. طلب الله خير، كل خير بحل. إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. سي مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي مصطفى أنت عايش وحيد وحيد. لحني الله رحيم. لحني الله رحيم، عايش بوحدي. هذا لي بحيد عليك. تفضل سي مصطفى احكينا. عايش بوحدي لحني الله رحيم. وانا مكرفص، انا رجل كبير، انا مكرفص، انا معذب، وانا مريض فيا هذا المرض عامين وهذا المرض فيا، والمحسنين داروا لي العمليه في الاول، وكاك وخا داروا لي العمليه باقي كطلب هاد الفلوس، هاد الشهاده باقي الدواء غالي، الدواء غالي، الدواء نعم. عندي المرض الخايب، المرض الخايب، ايوا الخايب، السرطان. سرطان. اه امين. يعني عندك البروستات. بروسال بروسال مضروب تما. امتى هذاك المرض هذا؟ هادي عامين دابا باش عندي هذا المرض هذا. عامين ونحس بيك، كنبول حاشا، كنبول الدم، وكنبول الطروفة ديال الدم قاصحين، ديك يخرجوا لي بحال ذبحتي لحولي. دمر لي الحياة ديالي. دابا عجز، دابا لا والو، ما كنقدر لا نخرج، لا والو والو، ما كنقدر لا نخرج، ما كنتحرك، ما والو، ما كنتحركش من الدار، كي غادي تخرج وانا مريض، ما كنقدر لا انا بيدو دما، ما كنقدرش نهزو. بمصطفى شكون اللي كيشرف عليك؟ شكون اللي كيعطيك متاكو؟ ولا على الله وخذ على الله؟ ما كلشي على ربي الكريم، الحمد لله، كلشي على الله، مع حلي الله رحيم، والو ما كاينش اللي عقل عليك، والو، تا هاد سكينة هاد الوراثة. عبد الله تا هي الوراثة. الوراثة ساكن فيها، ديال الوراثة كلشي نوضي غوت. انا ساكن فيها نهار اللي نخرج منها. جيب الله شي وليدات. الوليدات مع المراه الاولى، الثانيه والو، ما قالت لك كتب لي النص، قلت لها سنكتب لك النص، قلت لها دار الوراثه سنكتب لك فيها. صافي طلقنا بشهر 11، شهر 11 طلقنا، اللي عنده شي طريق قبضها. دابا الناس انا ما عندي دار اللي نكتب لك، صلح بك انت جالسه، مرحبا بك، ما صلحش بك. قلت لي لا لا، ما كانش تكتب لي النصره. قلت لا انت المرض هلكك، ولا كيف الصحه ديالك وجيمي؟ هلك ديال صحتي وجيمي، لا فلوس لا صحه. المحسنين. المحسنين، المحسنين الله كثر خيرهم، الله كثر خيرهم. بوحدك كتكون جالس لهنا بوحدك قنطان، ما عندك حين نهار فين، كتبقى كتحس براسك كبور ودمع في عينيك. والله ما كذبتي فيها. شحال الدموع 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 الدموع، كان مخب واحد قنطان، ما لا حليل لا رحيم، ما كاينش اللي يسيب عليك حتى اشاره، والو والو، حتى حاجه مره، لا ماكله لا شراب، لا هادي لا هادي لا هادي، ما والو، ما كاينش الطبيب ديال الطبيب هنايا، تمشي دير لك السوندا، ديك السوندا والو، السوندا واش انا عامر بالدم غيخرج لك السوندا؟ ما عندي لا فلوس، ما عندي والو، عندي الله، عندي مالك الحق هو اللي كاينه، الله سبحانه وتعالى. يعني كما كنقولوا بسبب الحناق كتبقى واقف الليل كامل. الليل كامل وانا كندور، الليل كامل، الجيران كلشي عارف هذا الشيء، هذا الليل كامل ما كنعس لا بالليل لا بالنهار، الحراق الحراق دائما دائما، الحراق دائما دائما، ليل ونهار ليل ونهار. رانا طحت قدام الحانوت ديال بن ناصر ديك النهار، ما حضرتش عليا واقيلا بن عزيز يوسف. حتى تما هزوني وداوني في الاسعاف، داوني للسبيطار، هذا ضربوا لي واحد ليبره ولا صيفطوني. شحال طالب لك من الحصه؟ شحال طالب من الحصه؟ سعود سعود حصات. وكل حصه شحال؟ راه هضرتي قبيله عرفتي الثمن شحال. 800 الف فرنك. 800 حصه. 800 درهم. 8000 درهم. هي هذيك هي هذيك هي هذيك 800. لا هو مناجيني مناجيني هذا 800، ما عنديش منها تاع، عقلي صحيح، عقلي ما عندي شفاء، لا يجوني لا يطيحوا عليا من السماء، والله ولك الحمد، الحمد لله وشكرا، الحمد لله، نصر راعي وضر راعي، الحمد لله. انت ماذا بك ان الناس محسنين يتعاونوا معك؟ محسنين الله يكثر خيرهم، يتعاونوا معك الله يكثر خيرهم، الله يكثر خيرهم. الناس يتعاونوا معك؟ المؤمنين يتعاونوا معايا، نطلب الله المحسنين يعاونونا يا ربي.
المحسنين كاين الحمد لله المحسنين موجودين كنطلبوا يعاونوني بهذا المرض هذا اللي فيا هذا المرض هذا فلوس باش نوقف صحيح باش نوقف باش يولي صحيحه كما كانت في الاول واخا حافظ النمره التليفون ديالك النمره ديالي حافظها هي 0651 09 79 06 في الاخر حتى هي اللي باغي نعم اللي باغي يتواصل معك في الرقم ديال الهاتف اللي باغي يتعاون معك اللي باغي يقدم لك نعم نعم اللي باغي بسم الله اللي باغي يتواصل معايا مرحبا به اللي باغي يتعامل معايا مرحبا به مرحبا به انا موجود عندنا إذن كما سمعتوا للأسف الشديد حتى الكلام ما قدرش أنه يعبر ما قدرش أنه يهضر ما قدرش أنه يوصف ما قدرش أنه كما كنقول للأسف حتى الكلمات خانته ما قدرش أنه يوصل المعاناة ديالو للأسف الشديد بو مصطفى رجل اللي في الستينيات من العمر ديالو بو مصطفى اللي كيعاني بصمت للأسف الشديد بو مصطفى اللي اعتبره حسبه في المثابة ديال الأب ديالك حسبه في المثابة ديال جدك حسبه في المثابة ديال خوك حسبه في المثابة ديال شي واحد من الأقارب ديالك بو مصطفى اللي لا حنين ولا رحيم واللي كيطالب وكيناشد من المحسنين ومن ذوي القلوب الرحيمة باش يتعاونوا معاه باش يكونوا معاه بو مصطفى اللي ما قادرش أنه يوصل الصوت ديالو نتمنى أن المحسنين ونتمنى أن المغاربة اللي بطبيعة الحال ديما كرامة المغاربة اللي ديما كيتعاونوا المغاربة اللي ديما كيقدموا يد العون بو مصطفى أمس الحاجة لينا وليكم بو مصطفى بطبيعة الحال اللي وصل الصوت ديالو وكما قال بالحرف الوحيد كان قيل وكان بات نتعذب بسبب المرض اللي هلكني بسبب المرض اللي هلكني صحتي وهلكني جيمي بسبب المرض اللي ما بقيتش قادر أنني نوقف ولا نخرج ولا نتحرك ولا نخدم بسبب المرض اللي وليت وحيد اللي للأسف ما عقل عليا حتى شي واحد حتى المرأة اللي تكيت عليها وبغيتها تكون في جنبي للأسف ما بقاش قادرة أنها تكون معايا بو مصطفى اللي كيطالب من الناس ومن المحسنين باش يتعاونوا معاه ونتمناو أن الناس والمحسنين يتعاونوا معاه ويلبيو بطبيعة الحال هاد الدعوة ديالو نتمناو من الإخوان أنهم يدعوا معاه لأنه في أمس الحاجة لينا وليكم في أمس الحاجة للتعاون ديالنا في أمس الحاجة للدعاء ديالنا بو مصطفى اللي ما قدرش أنه يوصل الكلام ديالو نتمنى أنني نوصل بالصوت والصورة اللي كيشوف راسو انه قادر يتعاون قادر يقدم يد العون يتصل به عبر رقم الهاتف ديالو اللي كيشوف راسو انه ما قادرش غير يبارطاجي اللي بارطاج الاخوه الله يرحم بها الوالدين راه دلوا على الخير كفاعله تقدر تكون انت او انت سبب من بين الاسباب ديال انقاذ بو مصطفى بو مصطفى اللي بغيناه انه يمشي يدير العمليه ويمشي يدير الحصص ديالو اللي طالب له في كل حصه ما يقارب 8000 درهم في كل حصه ما يقارب 8000 درهم وتقريبا 9 ديال الحصص اللي طالب له هذا نداء اخوتي المغاربه هذا نداء لكم هذا نداء الناس اللي كتعاون الناس اللي كتقدم يد العون هذا نداء للمحسنين هذا نداء لاي واحد كيشوف راسو انه باغي يتعاون عنده خير عنده الحمد لله لان كل ما عطيتي كل ما ربي كيزيد وكيعطيك الاضعاف طبيعه الحال اخوتي المغاربه ما نطولش عليكم وما نكثرش عليكم طبيعه الحال بغينا نتعاونوا وبغينا نقدموا يد العون لبو مصطفى بغينا انه يتعالج بغينا يمشي للطبيب وهو فرحان هو عنده طبيعه الحال وكيقول الحمد لله انني عندي ولادي الحمد لله انني عندي ولاد وعندي ناس اللي يقدروا معايا ويوقفوا معايا بو مصطفى اللي الكلام حتى الكلام خانوا للاسف الشديد بو مصطفى اللي الصوره ديالو صوره وهو جالس في هذه الجلسه هذه والعين ديالو في الارض راه ابلغ وغني عن اي تعليق هذا نداء لذوي القلوب الرحيمه هذا نداء لخوتي المغاربه هذا نداء الناس اللي كتعاون الناس اللي كتقدم يد العون اللي كشف راسو انه قادر يتعاون قادر يقدم يد العون يتصل بها عبر رقم الهاتف اللي وضعناه اللي كشف راسو انه ما قادرش غير يبارطاجي فدالو على الخير كفاعله